بسم الله الرحمن الرحيم، يا رب تكونوا بخير. النهارده ان شاء الله هنعمل ريفيو تفصيل عن ثلاجه من ثلاجات العربي، ثلاجه توشيبا العربي اللي هي كوري، موتور كوري، اللي هي الانفرتر اللي هي 395 لتر، اللي هي بيتقال عليها في السوق 18 قدم. هنتكلم عليها ان شاء الله شرح تفصيل، هنتكلم على كل الخصائص العامه بتاعتها او الخصائص الفنيه اللي فيها. طبعا يا جماعه قبل ما نبتدي كده يا ريت نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ونوحد الله لا اله الا الله. وفي طلب صغير بس لاخوكم، يعني في زرار تحت الفيديو اللي انت بتتفرج عليه، زرار تحت الفيديو على طول مكتوب عليه اشتراك، هتلاقيه في دوريه كده لونها ابيض مكتوب عليه اشتراك، اضغطين عليه بس وشكرا ليك مقدما. يعني حتى لو هتدوس عليه اشتراك بعد كده تلغيه، بعد كده انت حر يعني. طيب بصوا يا جماعه، دي ثلاجه توشيبا العربي. اول حاجه نخش على الثلاجه كده نبص عليها، نبص على بطاقه الكفاءه بتاعتها. دي بطاقه الكفاءه بتاعتها، تمام اهي. دي طبعا ثلاجه نو فروست بتبرد بالبخار، الماركه توشيبا، الموديل 51 زد، الساعه 395 لتر. بيتقال عليها في السوق، بيتقال عليها في السوق، حط تحت كلمه سوق 100 خط، بيتقال عليها في السوق 18 قدم. الاستهلاك الشهري للكهرباء 37 كيلو. دي طبعا ضمان العربي، ضمان 10 سنين زائد سنتين عمر افتراضي، يعني ضمان الثلاجه لوحدها 10 سنين، بعد ما ال 10 سنين يخلصوا بيديك كمان سنتين، بس السنتين دول بيكون بمقابل مادي، بمقابل مادي. رقم السنه بتاعهم 19/3/19. طبعا الثلاجه دي بتكون انفرتر موفره في الكهرباء، بتوفر في الكهرباء 40%. المقبض بتاعها بيكون مقبض داخلي، الماركه توشيبا يا جماعه زي ما انتم شايفين. طبعا في نوعين ثلاجات توشيبا في السوق دلوقتي، او في توكيلين توشيبا في السوق دلوقتي. في توكيل العربي اللي احنا متعودين عليه بتاع زمان، اللي هو موجود في كل محافظه سواء مراكز صيانه او حتى مراكز بيع، تمام. وفي ضمان تاني لسه نازل تقريبا بقاله سنتين، ضمان ميراكو او ضمان مايديا، تمام. احنا شغالين في المعرض هنا مع توشيبا العربي، توشيبا العربي على الاصل دور الناس المحترمين، الناس اللي احنا واثقين فيهم، اللي منتجاتهم كويسه. وكفايه ان صاحب شركه العربي الحاج محمود العربي الله يرحمه ورحمه الله عليه كان راجل خير وكان بيتقي الله في الحاجه اللي هو بيصنعها. طيب نبص على التلاجه كده من جوه، بعد كده نتكلم على نبص على الموتور ونبص على غاز التبريد. بصوا يا جماعه، نبص على التلاجه كده من جوه، التقسيمه بتاعتها. التلاجه دي بتعجبني في التقسيمه بتاعتها، يعني بص لو بعدنا كده عايز الباب يثبت، ثانيه واحده اثبت لكم بس الباب كده، احط ايه، نحط كتالوج كده عشان الباب يثبت. يا جماعه دي التقسيمه بتاعت التلاجه، دي تلاجه توشيبا العربي 395 لتر، بيتقال عليها في السوق 18 قدم. دي الموديل بتاعها 51 زد، دي انفرتر موفره في الكهرباء، بينزل منها خمس الوان، لون استانلس ولون سيلفر ولون ذهبي. اللي معروض قدام حضراتكم ده اللون الاستانلس، اللون السيلفر هيبقى زي دي كده، اللون السيلفر منها هيبقى زي دي، تمام. اللون الذهبي مش معروض، واللون الازاز الاسود بيكون اغلى واحد، بيبقى اغلى من اللي هي مش ازاز ب 2000 جنيه. طيب دي يا جماعه استهلاك الشهري بتاع الكهرباء 37 كيلو. تاني حاجه ان الفريزر حجمه، الفريزر اللي قدام حضراتكم ده بيكون حجمه 100 لتر، 100 لتر. اما الكابينه اللي تحت بيكون حجمها 295 لتر. لو جمعتهم على بعض هيديك حجم الثلاجه 395 لتر. طبعا الثلاجه دي بتستخدم غاز الار 600 اي، او الاسم العلمي بتاعه غاز الايزو بوتين، تمام. التلاجه طبعا مشحونه بغاز فريون او غاز التبريد ده، مشحونه بقد ايه حجم؟ مشحونه ب 46 ب 76 جرام، 76 جرام. طبعا شحنه عاليه جدا وكتير جدا، فالتلاجه دي كفاءتها في التبريد والتجميد هيكون عالي جدا. فبذلك لو بصيت على الفريزن كابست بتاعها هتلاقيه 5.5 كيلو طعام في اليوم. الفريزن كابست ده اللي بقيس من خلاله قدره التلاجه على التبريد والتجميد، كفاءة التلاجة في التبريد. انا ما بتكلمش على خامات دلوقتي، بتكلم على كفاءة التلاجة كتبريد. فريزن كابست بتاع التلاجة ده 5.5 كيلو طعام في اليوم. طيب بصينا كده على الابعاد بتاع التلاجة، يا رب العرض يكون واضح اهو. زي ما انتم شايفين دي الكابينة وده الفريزر اللي هو حجمه 100 لتر. طب نخش كده من الظهر ونبص على الموتور ونبص على غاز التبريد. بصوا طبعا التلاجة اهي، الظهر بتاعها من المعدن زي ما انتم شايفين. نخش كده بقى على الموتور، ده بقى اللي بيعجبني في التلاجة دي، الموتور بتاعها شديد جدا. ليه بقى شديد جدا؟ لان الموتور بتاعها يا جماعه لو جينا بصينا كده اهو، ميد ان كوريا، صنع في تركيا، وغاز التبريد اهو بيقول لك ار 600 اي، ار 600 اي غاز الايزو بوتين. طبعا هو مشحون، الغاز ده مشحون في التلاجة بمقدار 76 جرام، شحنه كبيره جدا.
فكده التلاجة هيبقى كفاءتها في التبريد عالية جدا، وذلك ان القدرة التجميدية والتبريدية بتاعتها 5.5 كيلو طعام في اليوم. طبعا بص المواسير اهي زي ما انا شايف، دي مواسير نحاس، الجزء البلاستيك ده اللي بينزل عليه خرطوم الصرف المية عشان يبرد، وحاطط لك المواسير جوه الجزء البلاستيك. عندي الجهاز اللي هو المنظم الكهرباء، اللي هو بينظم الكهرباء اللي داخله على التلاجة، بحيث لو الكهرباء جاية جديدة بعد انقطاع الكهرباء ينظمها عشان ما تخشش تحرق الموتور، وخصوصا في تلاجات بتتحرق لما الكهرباء ترجع تاني وانت لسه سايب الفيشة بتاعت التلاجة محطوطة، تيجي الكهرباء تيجي جديدة راح داخلة على الموتور تبقى حرقاه. لكن بقى جهاز الاستابلايزر ده يعتبر الحارس عن الموتور، اللي بينظم الكهرباء قبل ما تخش على التلاجة، وبرضه بيقوي الكهرباء في المناطق او في البيوت اللي بيكون فيها كهرباء ضعيفة، بيقويها قبل ما تخش على الموتور. طبعا هتلاقي السيريال ده، ها شايفين السيريال ده اهو توشيبا العربي، هتلاقي فيه كده ارقام وحروف بالطبق السيريال ده مع السيريال اللي بيكون في الضمان اللي في التلاجة. يعني مثلا لو كده فتحنا التلاجة هتلاقي فيه ضمان اهو، عشان تعرف برضو اللي هو العربي اهو، هتلاقي فيه ضمان اهو 10 سنين، هتلاقي السيريال ده اهو الحروف والارقام هو السيريال اللي في ظهر التلاجة. دي لازم نتأكد منها برضو عشان اللي لعب في التلاجات الفرز، خلي بالنا لما يجي نشتري تلاجة بنقارن ايه اهو 22 كي، 22 كي اهو بصوا 22 كي 16، 22 كي 16 شباك 3 اصفار 16 5 اف زد 6 بي. السيريال ده او رقم المسلسل ده هو اللي بيكون موجود على التلاجة، بالتلاجة كده ما فيهاش لعب والضمان بتاعي سليم. لان في ناس بتعمل ايه بقى، بتجيب تلاجة فرز تاني وما بيكونش معاها ضمان تمام، وتحط فيها ضمان بتاع تلاجة تانية، واخد بالك، فتلعب بقى وتبيعها بسعر الجديد. طيب هنتكلم بقى على الابعاد الخارجية تحت التلاجة، ناخد الكتالوج كده. انت هتكلم على الابعاد الخارجيه ليه؟ هتكلم على الابعاد الخارجيه عشان الناس اللي هتقفل التلاجه دي في مطبخ بلت ان لازم تعرف عرضها كام وعمقها كام وطولها كام. عندي كده الابعاد، بصوا من اول هنا، من اول هنا لحد اخر نقطه قد ايه؟ 68 سنتي، 68 سنتي. العمق بتاعي من اول نقطه هنا لحد فين؟ هي الشركه قايساها لحد هنا، انا بقى قايسها لكم لحد هنا، لان دي برضو هوديها فين؟ هتبقى العمق 72 سنتي، 72 سنتي. طيب الطول بتاعها من الارض لحد اعلى نقطه فيها 1.77 متر سنتي. هي التلاجه دي طولي عشان كده بحبها، انا طولي 1.77 متر سنتي، فبحب التلاجه اللي هي ايه تبقى طولي كده، فاهمه؟ فعلامه يعني. طيب الفريزر، ناخد بقى ابعاد الفريزر وابعاد الكابينه. بصوا يا جماعه ابعاد الفريزر من اول هنا كده لحد هنا، ده العرض بتاع الفريزر بيبقى قد ايه؟ 59 سنتي. طب العمق من هنا لحد اخر نقطه جوه بيكون 45 سنتي. طب الارتفاع بتاع الفريزر من هنا لحد اعلى نقطه فوق بيكون 43 سنتي. طبعا الفريزر ده ما بيكونش فيه اضاءه، ده عيب من العيوب، لكن في ميزه قويه قوي في التلاجه دي، ان الفريزر فيه فلتر والكابينه كمان فيها فلتر. اما معظم التلاجات اللي في السوق بيبقى فيها فلتر واحد بس اللي هو في الكابينه، ما بيكونش فيها فلتر في الفريزر، فدي برضو ميزه مهمه جدا للتلاجه دي او الموديل ده. طيب ناخد ابعاد الكابينه بقى بالمره، ابعاد الكابينه من اول هنا كده لحد اخر نقطه العرض بتاعها 60 سنتي، العمق بتاعها من اول نقطه لحد اخر نقطه جوه 52 سنتي، الطول بتاعها من اخر نقطه تحت كده لحد اعلى نقطه فوق 103 سنتي. طيب احنا كده خدنا ابعاد الايه؟ الفريزر وابعاد الكابينه والابعاد الخارجيه. نشرح بقى التلاجه حته حته من جوه ونتكلم على المواصفات بتاعتها والخصائص وبتعمل ايه ودي بتعمل ايه. احط بس نثبت دي هنا كده ثانيه واحده. نشرح بقى ايه، ناخد كده نشرح اول حاجه الفريزر بالتفصيل، نشرح الكابينه بالتفصيل. بصوا ده الفريزر اهو يا جماعه، ده شكل باب الفريزر، في رفين، في رف اهو كبير وفي رف نص كده صغير، والحته دي فاضيه. ليه فاضيه؟ عشان احط فيه الازايز الحاجه او الحاجه الطويله تمام، وده الاسكان بيسحب الاسكان ده علشان يجيب لك معلومات عن الثلاجه ويتاكد انها ثلاجه سليمه من الشركه. طب ده باب الفريزر، نخش بقى على الفريزر نفسه اهو. طبعا الفريزر ده في عيب اللي هو ما فيهوش اضاءه. في درج الايس ميكر بيبقى ثلاث ابواب، ادي باب، ادي الثاني، ادي الثالث، بحط الميه بتاعتي وبعد ما يعمل تلج بقلبه تحت علشان افتح الصندوق ده واخد التلج بتاعي اللي نزل. طبعا انا ممكن اشيل الدرج ده خالص، انا ممكن اشيل الدرج ده خالص من هنا لو انا عايز اوسع الفريزر. وفي رف بتاعي اهو، ده رف بلاستيك ممكن اشيله خالص، بص عشان هو ملزوق والتلاجه متبرشمه اهو،
ممكن اطلعه بره خالص زي ما انتم شايفين، اطلعه بره خالص او ادخله اهو. قاعد اطلعه بصوا بره عشان نشوف حجم الفريزر برده. بص حجم الفريزر ما شاء الله 100 لتر. طيب نتكلم بقى كده على الفتحات التبريد. شايفين الفتحات دي؟ شايفين الفتحات دي كده لحد الاخر؟ بصوا ورا درج الايس ميكر، وفي فتحات تحت اهي، وفي فتحات بصوا من هنا كده من جوه عريضه اهي بالعرض، وفي فتحات ثانيه، وفي فتحات ثالثه. الفتحات دي بتطلع التجميد علشان تجمد على الاكل اللي موجود في الفريزر، سواء بتخدم على الجزء اللي فوق من الفتحات اللي فوق دي، او بتخدم على الجزء اللي تحت من الفتحات اللي تحت. طيب الميزه بقى اللي في الفريزر دي، الميزه ان هو بيكون فيه فلتر، الفلتر ده اللي بينقي الروائح اللي جوه الفريزر. تمام، معظم التلاجات اللي في السوق الفريزر ما بيكونش فيها فلتر، بيكون بس الفلتر موجود في الكابينه. اما التلاجه دي ميزتها ان فيها فلتر في الفريزر، بس ما فيهاش اضاءه في الفريزر. طيب كده احنا خلصنا الفريزر اهو، شرحناه. نكمل بقى ايه؟ نكمل الكابينه. بصوا دي الكابينه اهو، حجم الكابينه تقسيمتها جميله جدا. تمام، ناخد اول حاجه كده باب الكابينه اهو زي ما انتم شايفين، عمال اتحرك معايا مش عايز يثبت، في مشكله في الرجل عايزين نرفعها شويه. بصوا ادي في رف، ادي التاني منفصلين، وفي الجزء بتاع البيض اهو 2 4 6 8. تمام، وفي رفين تاني، واحد مفتوح والتاني مقفول. المقفول ده بنحط فيه الادويه، لان الادويه يا جماعه دي عباره عن مواد كيميائيه ما ينفعش تتفاعل مع الاكل اللي موجود في الكابينه علشان ما يحصلش مشكله. تمام، فهم عاملين لها غطا كده عشان نحفظها. تاني حاجه ان في رف تاني اهو زي ما انتم شايفين، ده رف تاني، وفي رف صغير للسمبوسه والحاجات الرفيعه اللي هو تحت. لو بصينا كده على البيانات اللي على الثلاجه هنلاقي في حاجات مهمه لازم ناخد بالنا منها. اول حاجه زي ما انا قلت لك الفريزر اهو، الفريزر حجمه 100 لتر والكابينه حجمها 295 لتر. لو جمعتهم على بعض هيديك حجم الثلاجه اللي هو 395 لتر. وزن الثلاجه صافي 72 كيلو جرام. اما بقى الفريزنج كابست، بصوا الفريزنج كابست اهو، الفريزنج كابست القدره التجميديه والتبريديه اللي بقيس من خلاله كفاءه الثلاجه على التبريد والتجميد. كم كيلو طعام في اليوم؟ هو كاتب لي هنا في ال 12 ساعه ان في نص يوم بيعمل لي 2 كيلو طعام و75. طب لو في اليوم كامل في ال 24 ساعه هيبقى 5 كيلو طعام ونص. 5 كيلو طعام ونص، يبقى الفريزنج كاباسيت بتاع الثلاجه دي 5 كيلو طعام ونص. اما الغاز الفريون او غاز التبريد مشحون بشحنه مقدارها 76 جرام، وغاز التبريد المستخدم غاز الايزوبوتان اللي هو R600A اهو يا جماعه اهو. بصوا الشحنه اهي وغاز التبريد اهو، شارجنج فولم وغاز التبريد. طيب الباقي ده اديله 20 فولت الكهرباء، يعني هتلاقي الموديل مكتوب فوق كده. احنا خلصنا باب الكابينه، نخش بقى على الكابينه. الكابينه في رف فوق اهو، ده رف التبريد السريع بس ده رف مفتوح، في رف تاني ازاز، ورف تاني اهو ازاز، وفي درج الخضار والفاكهه بيتحرك على العجل اهو، بيتحرك على العجل زي ما انتم شايفين. سلس معايا في الدخول، بصوا سلس معايا في الدخول والدخول ازاي. بصوا لو عملت كده بصوا سهل معايا. الرف الازاز ده بيكون وزنه تقريبا 2 كيلو ونص، بيستحمل معايا لحد 120 كيلو وزن، بس يكون الوزن متفرق على الرف. طبعا عندي فيه اضاءه اهي، اضاءه ليد مش اضاءه اللي هي الثانيه. في عندي فتحات التبريد، انا عندي الرف ده بيخدم عليه فتحات التبريد دي، عندي الرف اللي بعده فتحتين تبريد، عندي الرف الثالث فتحه التبريد، وعندي درج الخضار والفاكهه اللي هو اصلا مش المفروض يخش له تبريد جامد عشان الخضار لو دخله تبريد جامد ممكن يدبل ويبوظ. عندي لوحه التحكم اهي، تمبريتشر كنترول، بتحكم في درجه التبريد الفريزر من المينيمم لحد الماكسيمم ترموستات، والكابينه نفس الكلام من المينيمم لحد الماكسيمم، خليها في النص كده، واخدها في النص. تمام، وعندي حاجه اسمها كويك فريزنج او التجميد السريع. التجميد السريع ده يا جماعه بيلغى حاجه اسمها الترموستات. تمام، بيشتغل لمده 51 دقيقه، بعد ال 51 دقيقه بيفصل لوحده، او بيشتغل اول ما تشتري الثلاجه بيشتغل لوحده، وبعد كده يفصل بعد 51 دقيقه. تمام، او انت ممكن تفصله. تفصله ازاي؟ بتدوس على الزرار ده، دوست على الزرار ده نور معاك يبقى كده اشتغل، دوست كمان ضغطه وطفى معاك يبقى كده طفى. في برده الزرار نفس الزرار برده اسمه ايكو مود، او وضع الاجازات، او وضع توفير الطاقه. هي تابعه للثلاجه موفره في الكهرباء، لان هي انفرتر بتوفر في الكهرباء 40%. وضع الاجازات ده بيوفر لي كمان 5%. يعني ايه وضع الاجازات؟ وضع الاجازات ده يا جماعه بيشتغل ازاي؟ عايزين نفهمه برضه عشان الناس اللي عايزه تفهم، الناس اللي شغاله في المجال وبتشرح للعملاء اللي بتجيلها الحاجه. وضع الاجازات ده بيعمل ايه؟ لما تدوس عليه وتفعله بيزود درجه التبريد درجتين مئويه، يعني هي مثلا لو محطوطه على 2 بيخليها على 4. طب ليه بيعمل كده؟
علشان يخلي التلاجة تشتغل فوق طاقتها العادية مرة واحدة، لان انت وضع الاجهزه انت مسافر، فما فيش حد هيفتح التلاجه، فالتبريد اللي جوه اللي كونته التلاجه مش هيطلع بره، لان ما فيش حد فتح في التلاجه وما فيش حد في البيت، انت مسافر او في اجازه او في مصيف، اسمه وضع الاجازات. فبالتالي انت بتدي امر للتلاجه ان هي تحتفظ بالتبريد اللي كونته خلال مثلا ساعه، تحتفظ بيه لمده مثلا 8 9 ساعات، بحيث بقى ايه ان في ال 8 9 ساعات دول الموتور مش هيشتغل تاني نهائي، لان خلاص التبريد هي محافظه عليه اطول فتره ممكنه، فالموتور مش هيشتغل، فما فيش استهلاك للكهرباء تاني. فعشان كده ده بيوفر معايا 5%. دوسوا لنا بقى اشتراك. طيب اقول لكم الحاجه برده ثانيه، في حاجات مهمه لازم ناخد بالنا منها يا جماعه. لما نيجي نشتري الثلاجه، الثلاجه اول ما نشتريها لازم نسيبها على الاقل من ساعتين 3 ساعات، نسيبها من غير ما نشغلها، من غير ما نحط الفيشه، نسيبها في المكان اللي هتشتغل فيه. بعد ما الساعتين 3 ساعات يخلصوا احط الفيشه بتاعتي، بس اشغلها فاضيه، اشغلها فاضيه، ما احطش اي اكل خالص، تمام؟ هشغلها فاضيه، هي وضعها يبقى التجميد السريع، هشتغل 3 4 ساعات، غير التجميد السريع بيبقى 51 دقيقه. بعد كده لما اتاكد ان دوره التبريد بتاعتها والتجميد بتاعتها خلاص تمام، بحط الاكل بتاعي، تمام. تاني حاجه، انا لازم اسيب مسافه بين الثلاجه وبين الحيطه، سواء من الجنب او من الشمال او من الظهر، تمام. يعني لازم اسيب على الاقل 5 سنتي من اليمين و5 سنتي من الشمال و5 سنتي من الظهر، تمام، واسيب 20 سنتي من فوق، واسيب 20 سنتي من فوق. ده بالنسبه للابعاد. طبعا الثلاجه دي قويه وغازها قوي وشحنتها قويه، ممكن تشتغل في السودان وفي هي بتصدر تقريبا لافريقيا، عشان المناطق دي اصلا عايزه ثلاجه جديده، بتشتغل في الحاجات التروبيكال يعني. طيب نتكلم بقى ايه على الفلتر، الفلتر اللي بينقي روائح بتاعه الاكل. الفلتر ده يا جماعه اسمه LED هايبرايد او ديودرايزر او ديودرايزر. الفلتر ده بيشتغل ازاي؟ الفلتر ده يا جماعه بيكون عباره عن 2 حفاز ضوئي وزائد وحده اضاءه LED بتكون مدمجه معاه. طيب الحفاز الضوئي ده بيتخلص من البكتيريا وازاله الروائح، اما الحفاز الضوئي الثاني اللي هو رقم 2 بيتخلص من البكتيريا برضو وبيحلل غاز الاسيلين. غاز الاسيلين ده يا جماعه اللي هو بيسبب فساد الخضار بالذات والفواكه، فغاز الاسيلين ده لما يتحلل فبالتالي الخضار والفاكهه هتفضل معايا او عايشه معايا اطول فتره ممكنه من غير ما تبوظ، لان احنا عارفين الخضار والفاكهه بيزبل بسرعه. طيب صناعه التلج اللي هو في الفريزر بيشتغل معايا، يعني ممكن عشان اعمل تلج هو بيكون 42 مكعب تلج، بياخد 3 ساعات عشان يعمل تلج. طيب التلاجة دي بقى العيب اللي بيجي منها، انا مش شايفه عيب، ان هي بتعمل صوت. طيب بتعمل صوت ليه؟ لازم الاول اتاكد ان القدم بتاعت التلاجة اللي هي القواعد ثابتة بالظبط الاتنين قد بعض، يعني التلاجة مش مايلة لمين ومايلة شمال. شفت كان الباب الكابينة بيقفل لوحده، في سنة عايزة ايه تترفع من ناحية الشمال عشان الباب ما يقفلش لوحده، تمام. وتحطيها وتكون حطها في حته مستويه، يعني حطها في المطبخ مثلا في حته مستويه، مش حته بلاطه وبلاطه، حاجه اعلى من الثانيه. ولازم تسيبي مسافه زي ما قلت لك، مسافه من اليمين ومن الشمال ومن الظهر ومن فوق عشان تقدر تشتغل بكفاءه، تمام. وما تحطهاش جنب بوتاجاز ولا جنب حاجه سخنه او مثلا ورا شباك بجايب شمس، الحاجات دي غلط بتاثر على الثلاجه وبتخليها تعمل صوت. فنخلي بالنا ونحط تحتيها مثلا ايه موكيت علشان ما يعملش صدى صوت والصوت يبقى عالي. بس التلاجة طبعا ممتازة جدا جدا جدا، واللون الاسود بتاعها تحفة. احنا كده اتكلمنا على التلاجة وكل حاجة عن تفاصيلها. هي سعرها دلوقتي في السوق 30,000 جنيه، اما الازاز الاسود منها هيبقى في حدود 32,000 وشوية. عايز تطلبها اطلبها من شركة عربي، خش على جوجل بلاي، نزل تطبيق عربي واطلبها. الناس تقول لي طب ما نفذت الكمية في العربي، خليك بايت على الموقع، خليك بايت على الموقع. الناس اللي عايز تشتري بجد خليك بايت على الموقع، كل شويه خش عليه. الناس التلاجات عندهم بتتخطف، فاهم؟ ما بتقعدش، ما بتكملش دقيقتين تلاقيها اتباعت، فانت خليك بايت على الموقع. بس ده كل حاجه عن التلاجه، اشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد.